موضوع الإدمان. يرتبط الإدمان بالمفهوم العام بالتعود على تعاطي جرعات أدوية أو أعشاب تحتوي على مواد مخدرة، وكذلك شرب كميات كبيرة من مواد كحولية. كل هذا يؤدي إلى أن يتحول الإدمان إلى مرض شديد، يدفع المصاب به إلى أن يقوم بأي عمل من أجل الحصول على راحته العقلية أو النفسية. تمام ميسان، ورح نتعرف أكثر عن علاقة الطب النفسي ومع الإدمان وبالعكس أيضا مع الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. صباح الخيرات. دكتور، دائما وقت بنحكي عن الإدمان كل الأشخاص بيروحوا إلى نوع محدد من الإدمان، ولكن هو له العديد من الأنواع والعديد من الأشكال. خلينا بداية نعرف الإدمان وما هي أنواعه. صحيح، هي نقطة مهمة معرفة شو أصطيب بيروحوا لنوع معين. يعني العالم فورا بتقول مدمن مخدرات، مخدرات هيروين مثلا. تماما أو هيك بتروح. صحيح. وفعلا هي، ولكن الإدمان له أشكال مختلفة. صحيح، مهم جدا بداية طبعا نتحدث بها الموضوع. مشكورين، يعني اختيار الموضوع مهم جدا لأنه أهميته تأتي من الشريحة اللي بيطالة هذا الموضوع عالميا، وهي شريحة الشباب اللي بعمر الإنجاز، بعمر التحصيل العلمي أو العمل من 18 ل 25 سنة. هي ذروة الإصابة بسوء استخدام المواد أو الإدمان. طبعا هناك أعمار أخرى ممكن أنه يبدأ فيها الإدمان، ولكن نحن بالذروة 18 إلى 25 سنة، وهو عمر مهم جدا في المجتمع لأنه عمر الشباب المنتج واللي عم يمتلئ من أجل العطاء بمرحلة قادمة بالمستقبل. من المهم جدا نوضح النقطة اللي تفضلتي فيها، واللي هي أنه فكرة الإدمان كتير بسمع بشكل شائع حاج تاخذ سيتامول، شو ادمنت عليه، لا تاخذ ابره ديكلون ادمنت عليا، لا تاخذ مثلا دوسبالين او اي مرخي للعضلات الملساء بالجهاز الهضمي، شو ادمنت عليه. هناك حسب منظمه الصحه العالميه 10 مواد محدده من قبلها هي التي تسبب الادمان. من هي المواد العشرة؟ عندنا الافيونات اللي هي الهيروين ومشتقاتها من المستحضرات الصيدلانية، الكوكايين طبعا ما قالوا أي مستحضرات وهو منشط، وأيضا المنشطات من المواد، النيكوتين والكافيين من المواد المصنفة عالميا أنها تسبب الإدمان بصراحة، الحشيش أو الكنابيس أيضا مع المهلوسات والمستنشقات مثل البنزين والتينر وال مواد الطيارة أيضا تسبب الاعتياد، أيضا المهدئات اللي منوصفها نحن إذا أخذت بشكل عبثي وبشكل غير سليم مثل ما نحن واصفينه ممكن أنه تسبب بعد فترة الاعتياد بصراحة ويصير في إدمان عليا. هي العشر مواد عالميا، هي المواد العشرة عالميا، غيرها لا تسبب الإدمان مشان ما نقول على أي، لكن تكون عادي يمكن عادي بعيدة. تماماً هابيتشوال، تماماً هي عادي، عادة أو سوء استخدام الأدوية. يعني بياخد الدواء بشكل سريع بمجرد ألم بسيط أو صداع بسيط بتلاقي أكثر من الأدوية ليس بشكل متناسب مع شدة الألم، بيحب أنه ياخد أدوية بهالشكل هذا. أيضاً في نقطة كثير بنسمعها من المرضى أنه دكتور اكتب لي دواء مثلاً مضاد للاكتئاب أو مضاد للقلق، ولكن الله يخليك يا دكتور ما يسبب الإدمان. لا يوجد مضاد اكتئاب في العالم يسبب إدمان. موضوع الإدمان أو كيف المادة بتسبب إدمان إلى خصائص، لازم يكون إلى خصائص وإلى طريقة تأثير بالجملة العصبية المركزية على النواقل العصبية لحتى تسبب الإدمان. لذلك مو أي مادة ممكن تسبب لنا الإدمان أو تسبب لنا أعراض جسدية إذا انقطعت عننا أو أعراض نفسية إذا انقطعت. فينا ناخذ سيتامول 10 سنين ونقطعه بيوم وما يصير معنا أي عرض، ولكن ما فيني أخذ مهدئات أو منومات أو حشيش أو كوكايين وقدر أقطعه من دون ما يعطيني أعراض إما نفسية أو جسدية. تماما، خلينا هون نوقف عند هاي النقطة دكتور، عند الإدمان من يعني العشر مواد اللي ذكرتها. نعم. حضرتك عند كيف بيعرف الشخص أنه هو مدمن؟
وعندها ظهور الإدمان بالحياة وبالجسم وهيك، شو هي المظاهر يلي بتظهر عليه؟ شو السلوك يلي بصير بيتبعه؟ هل هو بيأدمن بسرعة ولا هي بتصير مثل عادة لازم إنه خلص أنا تعودت على هذا الشيء؟ تمام. هلأ إذا تحدثنا على 10 مواد اللي إلى آلية بإحداث الإدمان بالجملة العصبية المركزية، فنحن عم نتحدث ليس على عادة، طبعا هي جزء من تناولها عادي، ولكن هناك ضرورة جسدية ملحة لتناول هذه المادة. كيف يعني؟ تماما بيلاحظ، يعني مثلا لنأخذ مثال، خلينا نحكي عن الكافيين الكحولية مثلا، أو خلينا نأخذ عن القهوة، الكافيين. هناك كثير من الأشخاص حقيقة لا يستطيعون البدء بيوم أو البدء بالتركيز أو الذهاب إلى العمل إلا ليشرب مثلاً من 5 ل 8 أو 10 فناجين قهوة فيهم كمية معينة من الكافيين. بس هيك 80% من المجتمع هيك ذكور وإناث. إذا كان فعلاً هيك فهذا خطأ. تمام. هذا خطأ، هذا اعتياد، لأنه هي مادة مصنفة عالمياً، وإذا حققت شرطين أساسيين فأنا معتاد عليها. الشرط الأول، أنا مضطر أني زيد المادة كل فترة وفترة لحتى أحصل على نفس النشوة اللي كانت تعطيني إياها. يعني اللي بدأ بربع جرام هيروين حرق أو وريدي، بعد فترة 6-7 أشهر ما بيضل على ربع جرام، لأنه ما عاد تعطي الإيوفوريا، النشوة والشعور الممتع حسب قوله اللي هو بيحصل عليه، أو ما يزيده. تماماً، هو مضطر إلى أن يزيد المادة، وهي الظاهرة بنسميها ظاهرة التوليرانس أو التحمل. التحمل معناته اضطرار الشخص إلى زيادة كمية المادة للحصول على نفس الأثر اللي كانت تحدثه كميات أقل. نفس الشيء بالنسبة للكافيين، هو أكيد ما بدأ شرب الكافيين بعشر فناجين، بدأ بفنجان، ولكن بلش يزيدهم، وين من راح؟ القهوة موجودة، صار في كمية معينة من الكافيين بجسمه. إذا حاول يوم واحد يقللن لفنجان صباحاً وفنجان مساءً، ستظهر عليه أعراض نفسية حتماً، عصبية مثلاً، تماماً، توتر. أعراض نفسية، رح يصير مزاجه مضطرب، سريع الاستثارة والغضب، ما عنده قدرة على التركيز والانتباه، ما عنده قدرة على العطاء والعمل، نومه بيضطرب، شهيته للطعام بتضطرب، معظم وظائف جهازه العصبي يضطرب. ولذلك قامت منظمة الصحة العالمية بعام 1964 باستبدال كلمة الإدمان addiction إلى الديبندنس الاعتماد، أولاً احتراماً للشخص اللي عنده اعتماد على مادة، مشان لقوا في تجريح بكلمة مدمن، وأيضاً للوصف العلمي الأدق، لأنه هذا الشخص معتمد على أداء هذا العمل بوجود هذه المادة. يعني سائق الباص إذا كان كحولي وفاق الصبح بده يطلع مشوار من دمشق إلى حمص، لا يستطيع أن يقوم بكل عملية التركيز والانتباه اللي بيقوم فيها قائد المركبة إلا إذا كان شارب الكحول. نتخيل ذلك. أما إذا كان مقطوع عنه فهو مضطرب بشكل كامل، وبنسبة كبيرة سيحصل حادث لا سمح الله. يعني رغم تنوع المواد المدمنة ولكن كلها لها نفس التأثير، يعني فينا نقول يمكن في بعض المواد لها تأثير أخطر، يعني مثلا بجوز بالنيكوتين أو بالكافيين هي بتظهر أعراض تختلف عن الأعراض في حال كان الإدمان على مواد مخدرة أو مواد كحولية. خلينا نحكي عن الفرق بين الأعراض النفسية اللي ممكن تظهر بكلتا الحالتين أو الجسدية أيضا. حقيقة من بين 10 مواد الموجودين هناك 3 مواد يعتبروا الأخطر. السبب أنه استمرارية تناول لفترات طويلة ستسبب العته. هذه المواد هي البنزوديازبينات، وهي المهدئات اللي نحن بنوصفها، يعني إذا استهلكها واستخدمها المريض بكميات كبيرة ولفترة سنوات رح يصير في عنده عته. عته يعني نساوة وبدأ حالة خرف عنده. أيضا الكحول يسبب العته على الاستخدام الطويل، والإنهلانس أو المستنشقات مثل البنزين والتنر وغيرها من المواد الطيارة. وهون خطورتها تكمن بأنه مستخدمين أو مسيئين استخدامها هن الأطفال. فبيضطرب
دماغهم ويتأذى بشكل سريع وما بيعود قادر على تحصيل أي شيء من مهنة من دراسة من أي إنجاز بحياته. نعم دكتور، طبعا الشيء اللي تخرب ما بقى يتصلح، ولكن إذا المدمن على أي مادة من العشرة يلي ذكرناها هو حب أنه يطلع من حالة الإدمان، أول شيء خلينا نحكي شو الطريقة، ثاني شيء إذا كتير تأخر بالوقت وصار عنده يمكن حالات من الخرف، حالات من الاضطرابات، أذيات العصبية، أذيات العصبية صحيح. القوية صحيح. كيف شو الحل ولا ما بقى في حل؟ لا دائما في حل حقيقة. طيب خلينا دائما نحكي. في حل، ولكن الحلول المبكرة، الحلول بالعلاج المبكر أفضل نتائج من الحلول بالعلاج المتأخر أكيد. نعم. سواء بأمراضنا وسواء بأمراض باقي الزملاء من اختصاصات أخرى بصراحة. نعم. دائما التبكير هو نقطة مهمة لسهولة ونتائج أفضل للحل. طبعا بكل العالم هناك مصحات أو أماكن للعلاج، وأيضا نحن عنا ولكن بشكل متواضع شوي، حتى كان في عنا للأمانة مشافي خاصة لعلاج الأمراض النفسية أو علاج الاعتماد على المواد، ولكن ظروف القاسية اللي مرينا فيها أخرجتها عن الخدمة. من المهم جدا بكل المصحات أنه يوقع المريض على وثيقة تقضي بأنه أنا موافق للعلاج وشروطه وكل الالتزامات فيه، لأنه قد يطلب، لأنه دخول المصح قد يدوم 6 أشهر، فقد يطلب من اليوم الثالث أو الرابع نتيجة أو تحت وطأة تأثيرات أعراض السحب أنه يخرج من المصحة، فهون هن قادرين قانونياً على إبقائه بالمصح رغم عنه من دون ما يكون في عليهم أي مسؤولية، لأنه هو موقع سلفاً بأنه أنا موافق على البقاء. إذن لازم يكون في عنده موافقة في هالمصح اللي بنبدأ فيها بقطعه عن كل المواد اللي كان عم يتناولها، وبنبدأ نعالجه بأدوية تعاكس أعراض السحب اللي بتظهر لدى قطع هالمواد، وهي أعراض نفسية وأعراض جسدية. أعراض جسدية بتظهر تحديداً وبشكل أكثر وصاخب عند متعاطي مادة الأفيونات مثل الهيروين وغيره من المستحضرات الصيدلانية. من هالأعراض الجسدية في عنا الآلام العضلية والمفصلية الشديدة والمعممة، التثاؤب، العطاس، الدماع، الإسهال، الإقياء، الآلام البطنية والأرق والهياج والتوتر الشديد، بالإضافة للأعراض النفسية من كآبة، من تقلقل بالمزاج، من عصبية، سرعة بالاستثارة، حالة من العصبية، ولكن تماما دكتور يعني هي فترة مؤقتة وبيخلص من السم المدمن بجسمه صحيح. البني آدم يعني ما بدنا نخوف أي حدا، أكيد يمكن أكيد إحنا بدنا نشجع أكيد. أي حدا يمكن عنده حالة من الإدمان إنه هو يلجأ إلى العلاج وإلى الطريق الصحيح، وأنه يأخذ بعين الاعتبار أنه حياته رح تصير أحسن، لأنه المجتمع كله يعني رح يتأذى نتيجة أكيد شخص أكيد واحد أكيد، وكلنا بخدمته حقيقة، وهناك مرسوم للسيد الرئيس بيقضي بالسماح لهم بالعلاج من دون ما تتدخل فيهم أي جهة، تمام. بس بمجرد أنه تفضل من أجل أنك تتعالج، ولكن بس في أنه نحن بحاجة إلى عدة مراكز أخرى لنخدم كل المحافظات ويكون عملنا أكبر وأملنا بالعمل نتائجه أكبر بكثير إن شاء الله. نتمنى أنه تتوفر فعلا هي المراكز لكل الأشخاص اللي بحاجة فعلا، خاصة المراهقين للعلاج صحيح، المراهقين الأعمار 18-25 عم نشوف أعمار الإنجاز حقيقة، أعمار المبكرة. طيب دكتور، في أشخاص كتير بتتساءل أنه ليش أنا ممكن صير مدمن صحيح. ليش في ناس بتاخد كافيين وما بتصير مدمنة صحيح. في ناس بتاخد نيكوتين، وخصوصا عم نحكي عن بعض المواد، في ناس بتاخد مرخيات أو مهدئات عصبية ما بتأدمن خلاص. وأشخاص بتأدمن خلاص. شو هو الدافع يلي بيدفع أشخاص فعلا ليصير عندهم هاي الحالة من الإدمان؟ للأمانة السؤال مهم جدا، يعني من أهم الأسئلة، لأنه كتير الأهل بيسألونا يعني أنه مريضنا كل إخواته، أخوه فلان ما عنده هالمشكلة وبيشتغل كذا، وأخوه يعني جميعهم ما عندهم هالمشكلة سوى هالشاب،
وبيشعر هو بالذنب بأنه كل إخواتي يعني بأعمالهم بحياتهم الطبيعية إلا أنا. وبكل المجتمع نفس الفكرة، أنه دائماً بنسأل ليش هذا الشخص فعلاً هو اللي اعتاد. والعلم سأل هذا السؤال وبحث ولقى الإجابة، والإجابة تكمن بأنه هذا الشخص من لما انخلق عنده استعداد لأن يسيء استخدام هذه المواد ذات الكمون الإدماني. من وقت ما خلق، من لما انخلق عنده، من عنده استعداد، استعداد جسدي أو نفسي، استعداد جسدي كيماوي دماغي. تمام. يعني طبيعة دماغه أو طبيعة الكيمياء العصبية بدماغه مختلفة عن الآخرين، بحيث أنه إذا تعاطى هالمواد عنده إصرار قهري ووسواسي بأنه يستمر بتناول هذه المادة. الآخرين إذا تناولوها ممكن خليه يجرب مادة الكوكايين مرة أو مرتين، بيقدر بكل سهولة يبعد عنا ولا يعود يقرب عنا كثير. وكثير في تجارب هيك عند أشخاص صراحة جربوا مرة واحدة في حياتهم، ولكن اللي بيستمروا هن الأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب الكيماوي العصبي بدماغهم على مستوى النواقل العصبية الدماغية. أيضا هناك أنواع من اضطرابات الشخصية هي الأكثر استعدادا للإصابة بسوء استخدام المواد أو الاعتماد عليها. مثلا الشخصية المعادية للمجتمع هي شخصية طبعا مضطربة كيماويا دماغيا. نحن منوصفها عموما أو العامة بيوصفوها بأوصاف مختلفة مانا علمية يعني، ولكن نحن علميا بنوصفه بأنه شخص عنده شخصية معادية للمجتمع أو شخصية اندفاعية أو الشخصية الحدية. حتى الشخصية التجنبية أو الاتكالية الاعتمادية من الممكن أنه يصير في عندها سوء استخدام للمواد نتيجة رغبتها بالتخلص من قلق الاعتماد على الآخرين أو قلق تجنب الآخرين. يعني لما يكون في عنده سوشال فوبيا، رهاب اجتماعي، ممكن يشرب كحول ويعتاد أنه دائما بكل لقاء إذا شربت كحول يروح لي هل خوف أو الرهاب. طبعا نحن ما نعم نشجع أنه نشرب كحول لحتى يعني نبتعد عن الرهاب الاجتماعي، ولكن هناك طرق أخرى لعلاج هذا الموضوع، ولكن عم نوضح الأسباب اللي عم تقود لإساءة استخدام المواد عند هالأشخاص. تمام دكتور، كتير في من الأهل هلأ وأنا متأكدة عم يسألوا حالهم أنه نحن ما بدنا نودي أولادنا على المصح، نحن بدنا نعالجهم بالبيت، ما نقدر، ما فينا ناخدهم عند طبيب مختص لحتى يساعدهم، عيب. يعني في عادات اجتماعية خاطئة عم تودي بحياة الشباب يعني إلى الدمار من وراء كلمة عيب أو أنا ما بأخذ ابني إلى المصح. طيب أوكي أنتوا على عيننا وراسنا، ولكن هنن كيف لازم يتبعوا سير عملية إخراج الشاب من الإدمان بالبيت؟ هل الأهل قادرين أنه هنن يطلعوا ابنهم من حالة الإدمان لحالهم وكيف؟ تمام. هلأ حضرتك تفضلتي وقلتي أنه يعني أوكي أنتوا هيك عادتكم، فعلى عيني وراسي. أنا بالنسبة لي مو على عيني وراسي بصراحة. ليش؟ لأنه طب بس يعني إحنا بدنا نساعدهم بشي، لأنه ممتاز. للأسف عم يضروا، يعني هيك نماذج من الأهل اللي هنا رافضين اللجوء إلى طبيب مختص أو عيب عندهم إياها، عم يدمر مجتمع. نرجع من العيد تماماً. يعني هذا هي المجتمع بكامله. صحيح. هي الحالة المنفعلة اللي تحدثنا عنها بلقاءات سابقة. الحالة المنفعلة هي الحالة أو هو الوضع يلي الشخص دائماً بيستنى المعلومة تجي لعنده أو بيستنى أي إنجاز يتحقق أمامه. يعني هو ما نفاعل، لا يريد أن يقوم بأي خطوة تجاه هذا الموضوع. يعني هل يعقل، هل هذه محاكمة سليمة عند الأهل يلي اكتشفوا عند ابن من أبنائهم لا سمح الله أنه عنده سوء استخدام لمادة معينة؟ أنه 100% أكيد لا. أنه أنا رغم يعني ماني قدران اتحدى هالعادات والتقاليد من أجل أني أعالجه، بعدين وين مفهوم العادات والتقاليد؟ هذا الكلام ما له علاقة بالعادات والتقاليد. نحن عم نحكي على موضوع علمي، هذا اسمه وعي وثقافة. اللي بيكون عم يبتعد عن العلاج بحجة العادات والتقاليد لابنه
فهذا شخص بالنسبة لنا متراجع عقليا، يعني ما نسليم بصراحة. صح. لأنه الحد الأدنى من السلامة والخوف على أبنائنا أنه نركض لوين من كان لحتى نحطهم بمكان السلامة أو نبعدهم عن الخطر، نبعدهم عن الشر. وهن جزء مهم بالعلاج واكتشاف المشكلة. الأهل هن جزء من المشكلة وجزء من اكتشاف المشكلة. يعني كثير من حالات التفرق الأسري بتؤدي إلى أنه الأولاد بصراحة يصيروا مسيئين لاستخدام المواد أو مدمنين عليها. كثير من حالات هروبهم من واقعهم للأولاد بيؤدي لهذا الشيء. تماماً. كثير من حالات عدم مبالاة الأهل. يعني أنا ما بسأل ابني من هو صغير وين بيلعب، وين بيروح، وين نشاطاته، مين رفقاته. لذلك أنا ما ببدي أي اهتمام، ولا هو أو هو بيعرف أنه أنا كل نشاطاتي ما بتهم أبي، لذلك شو ما عملت ما رح يهتم. أيضاً الوالد هو أو الأهل هن اللي سببوا هذا الفكر والثقافة عند الابن. لذلك الأهل هن جزء من المشكلة أحياناً، مشان ما نتهمهم يعني، وهن جزء كبير من الحل، لأنه هن الوسط الاجتماعي الداعم لهذا الشخص بعد ما تنتهي فترة علاجه بالمصحات دوائياً وبالمهارات النفسية العلاجية الأخرى من علاجات معرفية سلوكية وعلاجات سلوكية. فالأهل مهمين جداً، وأبداً ما بيجوز يفكروا بهالطريقة، وإلا نحن في زمن آخر بصراحة، يعني ما عاد حدا يفكر بهالطريقة. ونحن منلاحظ من خلال عملنا بعياداتنا بالمشافي حقيقة في الأهل متفهمين جداً، والأهل مشاعرهم كتير كبيرة وجميلة، ولكن مثل ما قلت أثروا بفترة معينة من حياة هذا الطفل بتنشئته، لأنه ما رضيوا أنه يقروا شوي عن سلوكيات الطفل وكيف لازم أتعامل مع ابني. وإذا قابل الإدمان ولا لا؟ طب دكتور سؤال، عند المعالجة من الإدمان والشفاء، نعم، كيف منتأكد أو كيف شو هي السلوك اللي بتتأكد أنه هو أوكي شفاء وفي احتمال العودة إلى الإدمان؟ تمام. الحقيقة بالنسبة للسلوكيات هي سلوكيات معاكسة تماماً للسلوكيات اللي بيلاحظوها الأهل أو الآخرين على هذا الشخص. لنأخذ مثال، ابني يا دكتور صايرة عم شوفه عصبي، عم يصرف مصاري، في غراض من البيت عم تنسرق وعم تنفقد، صار عم يبيع غراض للحصول على المادة، للحصول على النقود من أجل تحصيل المادة، ما عاد اهتم بوظيفته، عم يتغيب، ابني صاير عنيف، ابني صاير إذا كان طالب مدرسة ما عاد عم ينجز مقصر دراسيا مثل ما كان عنده هوايات، وكان يروح يلعب طابة مع رفقاته أو يلعب أي رياضة معينة، ما عاد قام بهذا العمل. اختصر يمكن على صديق معين تماماً أو على شخص أو معين، صار منعزل عن، صار همه الأساسي هو كيفية تحصيل هذه المادة، هذا هو الهم الأساسي عنده، وكيفية تحصيل النقود من أجل الحصول على هذه المادة. السلوك السليم هو عودة هذا الشخص إلى أسرته بكل هدوء، إلى نشاطاته، إلى حياته الاجتماعية، حياته إذا كان متزوج، إلى أبنائه، إلى عمله. كسؤال ومهم جداً، أنه هل سيعود؟ من الممكن أن يعود؟ نعم، من الممكن أن يعود الشخص حتى لو كان بعمر كبير، نعم، بوقت كبير، لأنه صار في عنده ذاكرة لتأثيرات هذه المواد في جسمه أو بجملته العصبية، كيف بتخلي ينتشي. تمام؟ ولكن يعني يمكن هون دور المجتمع أنه هو يساعده بأنه ما يرجع، أو أكيد دور المحيط. أكيد هون بقدر ما منقدم له دعم نفسي، بقدر ما منبعده عن كل الأوساط اللي كانت تأمن له هالمادة، بقدر ما بيشغل كل وقته بالعمل المفيد، وأيضاً بقدر ما بيستمر بالعلاج، لأنه قد يكون سبب المشكلة هو مشكلة نفسية. يعني نسبة كبيرة من مدمني الكحول في العالم هني مرضى اكتئاب وهني مرضى قلق. فإذا أنا إذا سحبت الكحول من جسمه وقلت له تفضل على المجتمع، لا زالت المشكلة موجودة عنده. لازم أنا لازم أعالج الموتيفيشنز، الدوافع، دائما. يعني لازم أعالج الاكتئاب، ولازم أعالج القلق،
ولازم عالج أي مشكلة نفسية عم تشكل دافع لأنه يسيء استخدام أو يتعاطى هالمادة. وأيضا بالعكس تناول المادة قد يسبب الاكتئاب والقلق والذهان وغيرها من الاضطرابات النفسية أو السلوكية عند الإنسان. دكتور قبل ما نختم بس حابين نعرف اليوم ببلدنا قديش في تسهيلات للمدمنين انهم يتعافوا، قديش يمكن شيء منيح انهم يتعافوا، قديش الاهل لازم يساعدوا، قديش يمكن اي حدا متلوع من هدول المواد انه هو يروح الى الجهات المختصه ويشتكي. يمكن تسليم شخص واحد بتحمي 10 اشخاص من هذا الادمان. اليوم خلينا نحكي ببلدنا قديش نحن يعني فاتحين ايدينا وعم نعالج المدمنين مع اخصائيين، يمكن طلعوا حالات كثيره من الادمان من اطباء لهم اسماء كثير مهمه. اكيد طبعا كل جهود المؤسسات المعنية للأمانة تصب في مصلحة المريض من خلال وعيه بأهميته بالمجتمع، ومن خلال وعيه ومعرفته بخطورة هذه الآفة بالمجتمع. للأمانة يعني الإدمان قادر على أن يقضي على بلد كامل، قادر على أن يقضي على جيل كامل إذا تسهل وتروج دخول مواد وتسهلت. لذلك من المهم جدا انه نكون على وعي كامل ونكون على درايه كامله بخطوره هذا الموضوع. التسهيلات موجوده سواء بوزاره التعليم العالي، وزاره الصحه، بالاماكن الطبيه المختصه بعلاج هالحالات. برجع بقول متواضعه الاماكن، متواضع قدرتها على العمل. هلأ مفتوحة أبوابها للجميع دائما، والأطباء أيضا جاهزين للعلاج، والمراسيم كليات الحمد لله يعني. لكن بحاجة يمكن نحن فعلا لدعم من وزارة الصحة، ومن دعم أيضا من يعني في مؤسسات هي بكل أنحاء العالم مختصة تماماً بهذا الموضوع تماماً، بعيدا يمكن عن عمل الدولة أو عمل الحكومي أو عمل يعني مجتمعي، مجتمعي هو صحيح أكثر صحيح، هو اللي بيدعم هذا الشيء. نحن بحاجته اليوم، يعني بندعي كل فعلا الجمعيات الأهلية والمجتمعية أنه هي صحيح تدعم هذا أو الموضوع، أو تنشئ مراكز حقيقة، أو تنشئ مراكز. أنا بطلب يعني بتمنى كوني موجود معكم يعني أنه أطلب فعلا إنشاء شيء بيتسمى المعهد الوطني للطب النفسي في الجمهورية العربية السورية. بكل دول العالم يوجد شيء اسمه معهد وطني للطب النفسي. هذا المعهد الوطني معني بكل المشاكل النفسية و مشاكل الإدمان في هذا المجتمع، بيعمل إحصاءات، بيعرف شو المشاكل اللي عم تصير، بيقدر لك قديش نسبة مشاكل حوادث السير الخاصة بتعاطي المواد، بيشوف لك وين أكثر المناطق، بيعطيك خريطة كاملة لسوريا وبيقول لك بكل مكان وين في عندي بؤرة وكيفية أو وين لازم حط الجهود على هي الخريطة والعلاج. ونحن أكيد من ضمن صوتنا لصوتك دكتور، يعني مجتمعنا كتير بحاجة، وخاصة بعد الظروف يلي مرقنا فيها. صحيح. في جيل كامل راح 10 سنين أو أكثر معرض لا سمح الله معرض إلى الانحراف والإدمان، وفي عنا عدد من المدمنين بالمجتمع للأسف، لازم هنن يلجأوا إلى الأماكن لحتى يتعالجوا بهمة أطبائنا. ونتمنى أكيد يعني المساعدة والمساهمة بالخلاص من الإدمان من المجتمع. أكيد. إن شاء الله. أكيد. شكرا لك دكتور. ودائما بدنا نذكر قدام كل مشاهدينا بأنه بكل أنحاء العالم في دراسات بتقول أنه العديد من المدمنين وقت تعالجوا أصبحوا أشخاص فاعلين بالمجتمع. صحيح. وحققوا إنجازات كتير كبيرة بالمجتمع، وشاركوا بالعلاج الجماعي. نعم يعني فهذا الشيء لازم نذكره، لأنه في كتير أشخاص كانوا هن أمثلة حية لحتى يقتدوا فيها ويمشوا على نهجها. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لكم.